أعزائي المشاهدين، الزبالة ما عادت مشكلة ما إلها حل. الحل انوجد من خلال توضيب الزبالة بطريقة معينة كرمال ما تأذي البيئة. ريثما بتكون الدولة لقت حل لهالمشكلة. رئيس بلدية شلش الصفصافة، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خبرنا عن الحل لمشكلة الزبالة بضيعتكم. أول شيء اسمحي لي أشكر العضو اللي على يميني لأنه هو نقطة ارتكازي. أنت بتعرفي أنه أدخل رئيس بلدية بلا عضو ما إله نفع. صحيح صحيح. الحل عنا كتير بسيط، ناخد هالكيس ومنفتحه ومنحط فيه كياس زبالة المسلوطة عشوائيا حتى نحفظ الزبالة من الحشرات اللي هاجم عليها ومن تسرب الزوم منها على طبيعتنا. حلو حلو كتير. طيب وكيف تربطوا هالكيس؟ بشريطة يا عضو، اصل شريطة على السريع. حاضر. هي 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 يا بلا اخلاق انتو، يا بلا ضمير انتو، يا حرامية انتو، يا عيب الشوم عليكن. الست ليلى الملح زيادة؟ ايه نعم. وليه؟ وليه منك عارف انه ممنوع تنقص شريطة بلبنان اذا انا معصيتا؟ منك عارف انه انا الوحيد بلبنان وحصريا يلي بقص شريطة؟ عفوا ست ليلى، بس حضرته عم بقص هالشريطة كرمال يربط كيس الزبالة. واذا انت سكتي، انا الوحيد بلبنان يلي بقص شريطة، نقطع الصدر للو. نعم معلمتي. تعاون انت والعضو وقصوا الشريطة. حاضر معلمتي. ريس علي لي كيس هالزبالة. اتفضلي. اعطوني كيس زبالة تاني وقصوا الشريطة. على الشريطة بلاقي قال. يا عضو